روى الإمام أحمد في مسنده، والطبراني بسند قال فيه الهيثمي: روي من طريقين، أحدهما رجال الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عائداً من بعض أسفاره يوماً، ومعه بعض الصحابة منهم خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكان فنزل صلى الله عليه وسلم فيه، وتفرق الناس إلى خيامهم ومواضعهم، وبعضهم معهم نساؤهم وأطفالهم، فمضى خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه لأجل أن يستقي الماء من بئر، فرأى نساء حوله وفتيات، فكأنه أعجبه مجلسهن، فجلس إليهن وجعل يحاول أن يتحدث مع بعضهن، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه فمر بخوات بن جبير، فخجل خوات رضي الله تعالى عنه، فقام من بينهن فقال له عليه الصلاة والسلام: يا خوات بن جبير، ما أقعدك مع هؤلاء النساء؟ قال: يا رسول الله، شرد لي جمل فأنا أريد منهن أن يصنعن له عقالا أعقله به، أي أن يصنعن له من شعر ونحوه حبلا يربط به جمله لأجل أن لا يشرد مرة أخرى. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ثم لما مشوا التفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال: يا خوات، يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ فسكت خوات. قال: فلما وصلنا المدينة جعلت أتجنب أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأحاول أن أختفي عنه. قال: فدخلت المسجد يوما والنبي صلى الله عليه وسلم في ظني أنه لا يكون موجودا فيه، فقد تحينت وقتا ليس بوقت صلاة. قال: فدخلت المسجد فكبرت أصلي، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ثم جلس. قال: فالتفت إلي، فلما علمت بموضعه أطلت صلاتي، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا عبد الله، طول أو لا تطول، لست منصرفا حتى تنتهي. قال: فانتهيت من صلاتي، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلي وقال: يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما شرد علي منذ أسلمت. قال: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام بعدها عني. هذا أيها المسلمون نموذج لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق مع الناس، سواء في تعديل أخطائهم أو في تقديم النصيحة لهم أو في الرفق واللين معهم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص على الرفق في فعله وفي قوله وفي تعامله، ويبين أن الرفق أيضا هو الذي يسير بالأمور إلى المسير الصحيح.